ان شاء الله مباراه نادي الاهلي ضد نادي سيمبا التنزاني خلال المباراه الاسبوع يوم السبت المقبل ان شاء الله. بدا الحجز الالكتروني لتذاكر المباراه. انا عارف مباراه في برج العرب، واهم حاجه بالنسبه لي لو في 10,000 متفرج، لو الامن وافق على 10,000 متفرج، ال 10,000 متفرج يبقوا موجودين. صدقوني الموضوع بيفرق كتير قوي، وجود حضراتكم كجمهور بيفرق في المباراه جدا جدا جدا، خصوصا في مثل هذه المباريات. المباراه دي بالنسبه لنا اللي هي المفتاح بتاع بطوله افريقيا. المباراه الثالثه دي تحديدا دايما بتبقى المفتاح بتاع بطوله افريقيا. لازم المباراه اللي جايه 3 نقاط ان شاء الله، طبعا بعد اذن ربنا 3 نقاط، وبعد كده نبقى نتكلم في المباراه اللي بعدها. ولكن المباراه القادمه وجود جمهور النادي الاهلي مهم جدا جدا جدا. وانا خلال الثلاث اربع ايام اللي جايه لغايه ما قبل المباراه هقول لحضراتكم ان انتوا لازم تروحوا ولازم تبقوا متواجدين، لان النادي الاهلي بدون جمهوره بتبقى الامور بالنسبه لنا صعبه جدا جدا جدا. الجمهور 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 لازم يبقى موجود في مباراة النادي الأهلي القادمة. وزي ما قلت لكم الحجز الإلكتروني ابتدى لتذاكر هذه المباراة، وإن شاء الله إن شاء الله نشوف الجمهور متواجد بالعدد المسموح به في هذه المباراة اللي هي هتبقى إن شاء الله يوم السبت المقبل.